شكرا معلقنا كابتن محمد عفيفي، متعتنا النهارده يا محمد عفيفي. اذا المطرقه الاهلاويه لكره الطائره تفوز وبقسوه على نادي الزمالك 3-0 لتحصل على بطوله الدوري للمره الرابعه في على التوالي وال33 في التاريخ. يمكن النهارده اللعيبه ادوا اداء رجولي، الف مليون مبروك. برحب بضيوفي المره الثانيه، كابتن ممدوح الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن هيثم، الحمد لله اداء عالمي. يمكن كنت ما بتفرج على ماتشات الدوري العالمي، كنت بقعد اتساءل نفسي احنا ليه مش هم، احنا ليه ما بنلعبش زيهم. النهارده النادي الاهلي بيقدم، عارف يعني، مسرحيه جميله جدا، اكتساح روح عاليه جدا. محمد مسلحي بيقدم كاتشنه وما لعبش في الفرقه كتير، نزل محمود رؤوف غير اللعب في وقت كان محتاجين فعلا، راجل بيلعب ارسال مؤثر، غير نتيجه الشوط الثاني وده كان مفتاح المكسب النهارده. مبروك كابتن احمد زكريا. طبعا نجمنا، الف مبروك يا كابتن. حاجه عظيمه، وده اللي كنا متوقعين ان الاهلي. صحيح حضرتك قلت لو في اسوء الظروف هتبقى نتيجه اسوء هياخدوا شوط يعني. كابتن ممدوح قال 3-0. الحمد لله كابتن ممدوح كسب. صحيح لا كلنا واحد، مفيش كسب ده توقع يعني. توقع بتاع، بس خليني اقول انه المباراه يعني شهدت الحمد لله رب العالمين بعض الاوقات الصعبه، ولكن رجالنا كانوا على الموعد يا كابتن احمد. لا الحمد لله، يعني النتائج والاداء بتاع الفرقه كانوا كلهم يعني كلهم ممتازين جدا. يمكن احنا كنا متوقعين الارسال بتاعنا يبقى اقوى من كده، يعني احنا كان ارسال قوي وكل حاجه، لكن خسرنا ارسال كتير في الودي دي اللي ادت المباراه ان الزمالك يعني بيلعب مع الاهلي هناك. صحيح يعني كل اخطاء الاهلي، يمكن معظم نقاط الزمالك من اخطاء الاهلي. وكلما زاد الصوت العالي قبل المباراه كلما كان الدرس قصير، والنهارده الحقيقه يعني رجال النادي الاهلي ادوا مباراه، عذروا نفسهم عن كل اللي بيتقال حتى بعد خساره طلائع الجيش، ولكن الرد كان في الملعب 3-0. وده البطل، لما بيتكلم كل بيسكت، لما بيتكلم البطل الكل بيسكت، حتى لو الاصوات كانت عاليه قبل المباراه بتهيالي بعد المباراه مش هيبقى فيه اصوات، لان الحقيقه الرد كان قاسي يا كابتن.